البريمي اسم جميل لواحة الظلال والنخيل، والواحة خضرة وراحة وفرحة متاحة وقلوب صافية وحياة وديعة هانئة بعيدا عن صخب الحياة الهادرة. وهنا ما يزال للشعر مكان، وما تزال في القلوب خفقات صفو وحنان، وفي كل مكان تشم عطر المودة وعبق الإيمان. منذ آلاف السنين كانت البريمي أمل عابري الصحراء، ومظلة من تلحفهم الرمضاء وتحرقهم بشواظها ورمالها اللاهبة القاسية. كان التجار والمغامرون والرحالة المكتشفون يصلون إليها وقد جفت حلوقهم وأنهكتهم الرحلة، فيجدون في هذه الواحة أمومة راحمة تمد يد العون للهفان والماء للظمآن، وتلف الجميع بالسكينة والأمان، وتبرد قلوبهم ونفوسهم بالكرم والحنان. ثم دار الزمان وآن لهذا القلب الوفي المعطاء أن ينال ما يستحق من عناية ورعاية، وأن يأخذ حقه من التنمية، وأن تتاح له فرص التقدم في جميع المجالات العلمية والأدبية والفنية، وفي نواحي الصناعة والتجارة بجانب الزراعة التي نالت نصيبها الأوفى في هذه المنطقة الخضراء اليانعة. القلاع في عمان ليست مجرد حصون، إنها ديوان المجد وتاريخ الحضارة ودليل الأصالة ورمز العزة والإباء وبطاقة التعارف بما كان في قديم الزمان. وقد دعا إلى بناء الحصون في العصور الوسطى ما كان يشيع في تلك العصور من خصومات وتشاحنات تدعو إلى القتال وتشيع جو القلق والاضطراب، وكانت تقوم بوظيفة المساكن والمتاريس، وكانت تراعى في اختيار الحصون شروط كثيرة أهمها العلو والارتفاع ليكون مدى البصر منها عظيم الاتساع، فننتبه لزحف الأعداء في وقت مبكر. وأبواب القلاع والنوافذ والجدران عليها نقوش بديعة تدل على الذوق الرفيع والفن الجميل، وتدل القلاع على حضارة عريقة في البناء والمعمار. والعمانيون عرب تحدروا من قبائل قحطان التي قدمت من جنوب الجزيرة، وقبائل القيسية أو النزارية التي جاءت من الشمال. والجمل سفينة الصحراء، يتحمل الجوع والعطش ويكتفي بالقليل من النباتات، ويصبر على العواصف وأقصى الظروف، ويحمل في سنامه احتياطيا هائلا من الدهون يستخدمه في فترات الصيام التي يضطر إليها اضطرارا. وهو كالعربي وفي وصبور وشجاع، لكنه إذا غضب ثار لكرامته في عنف وكبرياء. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الامتنان فضل الجمل وحسن عشرته ومعاونته للإنسان وعدم قبوله الضيم والذل، ومع ذلك سهل القياد صبور على الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن هين لين كالجمل الأنف، إن انقيد القاد
وإن أنيخ على صخرة استناخ. والجمل يقدم للعربي الطعام والثياب والمسكن ووسيلة الانتقال، وهو بحق صديق السراء والضراء وسفينة الصحراء. وللجمل مكانة عظيمة في المعلقات السبع والشعر الجاهلي وما بعده، حتى أنهم ينسبون أوزان الشعر وبحوره إلى خطوات الجمل. وخلف قوقعة الرمال القاسية المجدبة تبدو واحة البريمي جنة خضراء يانعة الثمار ندية الأوراق، والأرض المعطاة الخصبة تمنح المواطنين أنواع الفاكهة والثمار والنخيل، ويستخدم المزارعون أحدث وسائل الري والصرف ورش الأسمدة وزرع مساحات شاسعة من القط طعام الماشية، وهو يستهلك محليا كما يصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المتاخمة للمنطقة، كما تنمو أشجار الليمون وقصب السكر. وتقع ولاية البريمي في الطرف الغربي من سلطنة عمان، وحدودها مرتبطة بإمارة أبوظبي، وعدد سكانها 21,000 نسمة. والقرى التابعة لها هي السنينة وحفيت والرابي والجبل والواسط وكنتة والفياض وجانجران والدقيق ومصنبر والهرموزي والحريم وسكودي وقرية والجابل. ومعظم الأهالي يشتغلون بالزراعة والوظائف الحكومية، وأهم المنتجات الزراعية هي الخضروات كالطماطم والبصل والفجل والبطاطس والملفوف، وكذلك البرسيم والشعير. وأكثر مزروعات الولاية انتشارا هي أشجار النخيل والليمون الحامض والحلو وأشجار الأنبا. وأشهر الأفلاج فلج البريمي وفلج صحراء. إذا أتت بطفلها لا يجد تسهيل المرور بحجة أنه لم يضع في جواز سفرها أو سفر والده. الوالي يقف على رأس الجهاز الإداري بالواحة الخضراء، وهو المسؤول عن تطور البريمي وأمنها واستقرارها، وهو يرأس لجنة توزيع الأراضي وغيرها من اللجان، ويشترك المسؤولون في هذه اللجان مع عدد من الشيوخ، وهو يفسح صدره للمناقشات ويعمل على استيفاء حاجات المنطقة من المدارس والمستشفيات والطرق والمياه والسوق والضمان الاجتماعي وصرف البذور والأسمدة والمكائن وغير ذلك مما تحتاج إليه المنطقة. وفي جو أسري يفيض بالمودة والمحبة تحل المشكلات وتناقش الآراء، ويساهم الجميع في خدمة الوطن وحمايته وتنميته. وتوجد بولاية البريمي مدرسة ثانوية للبنين هي مدرسة عزان بن قيس، ومدرسة ثانوية للبنات هي مدرسة جميلة بحيرت، كما توجد مدارس ابتدائية في حفيت والسنينة والفياض والواسط وكنتة والجبل والرابي، ومجموع الطلبة 1397، منهم 111 طالبة في الثانوية و931 طالبة في الابتدائية والإعدادية. مفروض أي مشكلة من مشكلاتك تلجأ إلى المكتبة وتسأل عن حل لهذه المشكلة. كيف تذاكر دروسك موجود في هذا الكتاب، والأمثلة كثيرة. يعني مثلا أنا شايف قدامي هنا كتاب اسمه الكهرباء.
والمدرسة هي المنارة الهادية وراسمة الطريق المشرق لأجيال المستقبل نحو النور والحضارة، وهي لم تعد أداة تلقين ولا هي تنتهي مهمتها ومسؤوليتها بعد الامتحانات، إنما هي حياة مستمرة دافئة وتساهم في تنشئة الأبناء وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم إلى النشاط البناء الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة. أو ملامح لرجل عماني واضح فيه اللي هو البيئة العمانية بالنسبة للزي بتاعه والشكل العماني بتاعه، جميل جدا حلو. وهكذا تتحول المدارس إلى مراكز إشعاع واستثمار للقدرات وصقل المواهب وحدائق لتنضية أوقات الفراغ. وهنا في المدرسة يتعلم الطلبة والطالبات من خلال الممارسة معاني التعاون والألفة والمشاركة في تحقيق الأهداف النبيلة مثل احترام القوانين ومعرفة الحقوق والواجبات، وتعطى الفرصة للهوايات المتعددة والألعاب المسلية. كما تعمل المدرسة على تشجيع المواهب في الرسم والتمثيل والقراءة والموسيقى، كما يتعلم أصول البحث والدراسة وتنمو مواهبه في كتابة القصة والمقال والشعر والمسرحية، ويسير نحو العلم والابتكار ليكون في الغد مكتشفا أو مخترعا يساهم في خدمة البشرية في مجالات الطب والهندسة وعلوم الفضاء. المدرسة تزود البنت بالمعارف والعلوم وتهيئها لتكون قوة فعالة تساهم في مواصلة المسيرة الرائعة، وفي نفس الوقت تعد البنت لتكون ربة بيت مخلصة وأما طيبة وزوجة ذكية مدبرة. انتخب المعلم طلابه في رحلة إلى سماء. بص العبارة دي وطلعي من فيها كم إيه؟ عبارة اصطحب المعلم طلابه في رحلة إلى السماء. كم يعيشة؟ أربع حبيبهم هما. وفي مدرسة جميلة بوحريد للبنات اتجهت عدسة البرنامج إلى التعليم التقني والاقتصاد المنزلي إلى بنت عمان، وهي تتعلم العلوم والمعارف والخلق القويم والإيمان السليم. هنا نجد بناتنا متحمسات للخدمة العامة في نظام وتعاون واعتماد على النفس وسعي لمساعدة الناس في كل حين، كما نجد حسن استخدام خامات البيئة في إبداع فني جميل. سجل الحاجات دي علشان نقدر نعمل مقارنات بين القراءات اللي انت بتقرأيها. وطالبات الوريمي يضعن التجربة العلمية ويشاركن في إعداد الوسائل التعليمية. إن هذا الأسلوب لا يجعل الدارسة مجرد مستمعة تتلقى المعلومات وتحفظها، بل هي تشارك بحاسة اللمس والسمع والبصر لفهم الجهاز الهضمي والتنفسي ولدراسة الطيور والحيوانات والنباتات. والفن ليس مجرد حلية أو ترف، إنه تربية إبداعية وتنمية للذوق والإحساس. إن الفتاة التي تحس بالجمال تستطيع أن تحول البيت إلى جنة ممتعة مريحة، وبأبسط الإمكانات تحول الستائر والمفارش والأدوات المتناثرة هنا وهناك إلى أدوات لراحة العين وإمتاع النفس والسمو بالروح. وفي المدرسة تتعلم البنت الحياكة والتفصيل لتستطيع في الغد أن تصنع ثياب الأبناء الصغار وأن تعتمد على نفسها في الحصول على أجمل الثياب وأنسبها. وبناتنا يتعلمن في المدارس التدبير المنزلي، فالمرأة المدبرة تستطيع أن تنظم إنفاقها فلا يتجاوز دخل الأسرة وقدراتها، وأن تقدم لأبنائها أطعمة متنوعة الأشكال والألوان. إن مدرسة جميلة بوحريد الثانوية حصلت على العديد من الجوائز، و
وشهادات التفوق في جميع المجالات والأنشطة، وذلك بفضل تضافر جهود العاملين في مجال التربية والتعليم بولاية البريم عموما وهيئة التدريس بالمدرسة خاصة. وفي السوق التي شيدتها البلدية نجد جميع السلع التي تشبع حاجات المواطنين من طعام وشراب ولباس وأدوات، وهناك الأدوات الفنية الدقيقة والمشغولات الشعبية اليدوية التي يفوح منها عطر الماضي التليد، مثل الحروز والنطل والحناحين والعواضب والحلق والسلاسل والسيوف القديمة والبنادق الأثرية والسياج والركاب والخناجر. وانطلقت عدسة البرنامج إلى الثلاجة الضخمة. الجو هنا بارد بشكل فوق الطاقة والاحتمال. فجأة انتقلنا من جو الخليج الدافئ إلى برودة هائلة. هنا تحفظ الأسماك كما يمكن أن تحفظ اللحوم والخضروات. كميات هائلة من الأسماك تصل إلى البريمي من جميع شواطئ عمان، من صحار ومن مسقط، والولاية تجد ما يسد حاجاتها، والباقي وهو كثير كثير يعد للتصدير. هذه هي واحة البريمي التي كانت مجرد قرية صغيرة يقصدها التجار المتجهون إلى صحار ودبي وشاطئ الخليج، حاملين معهم منتجاتهم من التمر والشعير لبيعه، ثم العودة إليها بالأرز والملابس والسكر والشاي والبن. ثم دبت الحياة الجديدة في هذا الجانب من أرض الوطن العماني تنمية وازدهارا، فهناك مشروع لمد جميع أنحاء الولاية بالماء النقي والمواسير، وهو مشروع يتكلف تكاليف ضخمة وقد قارب على الانتهاء. ومن أهم معالم النهضة الحديثة في النواحي الصحية مستشفى البريمي، يقدم كل الخدمات للحوامل والأطفال ويعالج المواطنين في جميع التخصصات، وبه نخبة ممتازة من الأطباء العمانيين، كما توجد المراكز الصحية التي تقوم بالعلاج والتوعية الصحية، وتجرى العمليات الجراحية، ويلقى المرضى رعاية كاملة. إن الرعاية الصحية تعني الحصول على إنسان صحيح البدن والعقل السليم في الجسم السليم، والمواطن السليم الجسم يستطيع أن يساهم في تنمية المجتمع. وقد أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية ووسائل العلاج الحديثة متوفرة في كل مكان بالسلطنة للوصول إلى الإنسان القادر على البناء وخلق الدولة المتحضرة. واحد مالي اخر مره انت مين ما جبت كرت التام؟ كرت ان شاء الله ما بيتاثر. لا يتضرر ان شاء الله. انا على صوتهم اخدم النساء والأطفال وأخدمهم المواطنين في عمان. إن الفتيات العمانيات
قد وجدنا أمامهن كل الفرص اليوم، فتدفقت أمواجهن على المدارس والمعاهد، وتوالى تخريج أفواج المعلمات، وشغلت التربية النسوية الاهتمام الأكبر. وفي عام 1979 افتتحت جمعية المرأة العمانية بالبريمي بعدد قليل من العضوات لا يزيد عن 45 عضوة، وتضاعف العدد اليوم فزاد عدد العضوات عن 200 عضوة. وأهم أنشطة الجمعية في المجال الاجتماعي عمل الندوات عن التغذية الصحية المحتوية على السعرات الحرارية المناسبة والقيمة الغذائية العالية. كما تساهم تلك الندوات في إعداد المرأة المدبرة الفاهمة، وهناك دورات تدريبية للتفصيل والخياطة والتضريز والطهي، تقوم الجمعية بتشجيع الصناعات البيئية المحلية مثل أعمال الخوص والملابس البيئية. كما تقوم العضوات برحلات لمعرفة أجزاء الوطن وملامح التقدم. وبجانب برامج التربية النسوية كأعمال الإبرة والأشغال اليدوية والحياكة، فإن الأمومة هي إحساس أصيل في المرأة. لذلك أنشأت الجمعية لخدمة النساء العاملات مدرسة لحضانة الأطفال تضم 70 طفلا وطفلة، ويجد الأطفال في هذه الحضانة اللعب والمتعة والرعاية والحنان. كما افتتحت الجمعية فصول محو الأمية لتعليم القراءة والكتابة والحساب، وتمنح الجمعية الفرصة للعلوم والفنون والمجلات الجدارية والمكتبات، وتشرف على صحة وتغذية أطفال الحضانة. والفنون الشعبية في الولاية تشمل الموسيقى الإيقاعية والرقصات الشعبية، وأهمها العيالة والرزفة. ومع أنوار المجد ينال المواطن حقوقه ويسعد بطيبات الحياة، فيمتلئ قلبه بالبهجة والسرور، ويعبر عن سعادته بالأنغام وأحلى الكلام، وتنطلق جموعه نحو مواكب الفرحة الدافقة الدافئة بالرقص والغناء في أيام الرخاء وتحقيق الرجاء.